عيب روك عيب. كذروك والله كذروك. قد بوي روك. كذا. واوي والله واوي. قد بوي روك. شافون. السلام عليكم، شلونكم شخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وبحلقة جديدة. هذا الفيديو جدا ممتع فما يصير تشاهده بدون مأكولات. مثلا الجو حار شنو يتطلب؟ مثل ما قلت لكم هذا الفيديو ممتع استمتعوا بمشاهدته. قبل ما نبلش بالفيديو وندخل بمود الفيديو، جبت لكم تطبيق كلش كلش حلو وراح تحصلون من خلاله اموال كلش هواي وجوائز قيمه. كل اسبوع واحد يفوز بجائزه، الجائزه الاولى 500 دولار، الجائزه الثانيه ايفون، الجائزه الثالثه ايربود، والاحلى من هذا انا موجود بالتطبيق جاي انطي جوائز. ايش تردون بعد؟ اموال وجوائز وجوائز من صلبوك خمينه وهواي هواي جوائز. وقلت لكم كل يوم انا انطي جائزه بالتطبيق، وكل اسبوع التطبيق هو يدز لي جائزه قيمه يقول لي اعطيها لمتابعينك. يعني ايش منتظر يا عزيزي المشاهد؟ ادخل على التعليقات، اضغط على الرابط وحمل التطبيق وسوي بيه حساب وتابعني وانتظرنا افتح لايف يمكن تحصل جائزة. من صلبوخ ما تضيع جائزتك، لا تخاف. اذا التطبيق ما اعطاك جائزة صلبوخ ينطيك جائزة. حمل التطبيق ومبروك عليك الجوائز، مبروك عليك الاموال. وهسه نقلكم استمتعوا بمشاهدة الفيديو. مشاهدة ممتعة، لا تنسون تحملون التطبيق باموال الكم. باي. اجتك الدوخة، اجتك الدوخة. لا 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 روك، لا روك هذا ما يخاف ما يخاف ما يخاف. والله طبله روك، هذا متوحش متوحش هذا الكلب. كذروك والله كذروك. والله سبع روك ولا يخاف. قد بوي روك 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 روك. قد بوي روك. كذا 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 والله. ها روك يلا تعال روك تعال. شلون مشكلة هاي؟ إذا يظل بدون سنسلة ايش راح يتعبني؟ يركض بدون أمر وما يرجع. اجي اجي اجي. والمشكلة يركض يركض بدون وعي، حتى من يعارك بدون وعي. من نزل لسانه شو ينزلني؟ المشكلة هذا ما ينقض، لازم احط السلسلة برقبته. شوفوا يعني روك احنا ما مسيطرين عليه وحده. طحت ها؟ شوف هذين ايش حالاتهم؟ ايش حالاتهم؟ تعال. عيب روك عيب. عيب روك عيب. تعال تعال. تعال عيب روك. شدوخة. دوخة دوخة دا نظر يمهن دوخة. عاد قلنا نشوفهم ونصورهم لكم. والشن كافر احنا. والله والله تقول واوية. شوف 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 هاي دودة كبرها. شوف هاي دودة كبرها. اوف اوف اوف. بس لا هاد دبور يبز والله، هذي يبزي ما دام عند بوزة وراي يبزي. هلو تحتاج مساعدة؟ روك تعال روك تعال روك روك تعال روك روك. وين راحت وين راحت؟ طبعا واحنا جاي نصور نصب الكاميرا فجأة شفنا هذا الحقل كله جاي يحترق. هم حرقوه ما ادري هو جاي يحترق لا ادري، فخلونا نروح صوبه ونشوفه. شوف النار، النار كاظه بي ما خلت شيء. خلي نروح نصور لكم.
واحنا جايين نمشي بالستوتة فجأة شفت عيوني تلامضن، من طقيت عليها اللايت عيوني تلامضن، فقلت خلي انزل نشوف هاي العيون، العيون تتلامض واوية كلاب تكرمون ما ندري، بس عيون تتلامض، شوفوا اكثر من عيون، عين عينين ثلاثة اربع حيوانات هنا، اعتقد كلاب تكرمون لان ما شردن. اوف اوف لحظة لحظة سيطلع قطع ما الذياب ويقطعني تقطع، والله العظيم هسه يطلع، شوف ما يمشي ما تحرك، لحظة 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 لحظة، بسم الله الرحمن الرحيم، واوي ذيب، بس لحظة روك استعد، روك استعد، ما جاي يتحرك، عيون هذن هذن عيون على السد، اسكت 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 اسكت، هذا تقدم علينا، هذا تقدم علينا، روك مستعد، روك مستعد، وقف وقف روك مستعد، راح اطق الفلاش ونتقدم علينا بسرعة، اسكت عوفة ارجع لا تقدم انت، عفروك عفروك كشكروك، واوي والله واوي قد بوي روك، شافون شافون انطلق عليهم، هذا واحد هذا واحد هذا واحد لبد هنا، تعال سد الجحر سد الجحر، هذا هنا سد الجحر، هذا هنا لبد واحد، هنا لبد هذا فعلي نازل جوا، وقف 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 وقف، بس كون جبت الكرك وياكم تعال كذ 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 كذ، نينات ارجع لي ورا، ارجع 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 ارجع، هنا لبد هنا لبد لبد، نزل لي جوا، حلو 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 حلو، نقدر نوصل له نقدر نوصل له، عيسى سيان تعالوا جيب جيب وياكم الحدايد، شكوا حديده بستو تجيبوها وتعالوا، الجنطه الجنطه كون اقدر احفر بيها، تعالوا كنا تعالوا، انا من ما اشرد انقلت شكيت بيهم تكرمون يعني مو شلاب، قلت مو شلاب ابد لان ظلوا واقفات يباوا علي، ترى طلع الثعلب راب اللي نبحث عليه، بس هذا كلش نازل يجي جوا جوا السد، اي هذا جحر، بس كون ما يطلع الجحر طالع لي برا، حتى طالع من ذي الصفحة، تعال شوفوا الفضلات ملاتي، هاي الفضلات ملاتي شوفوا هذا، هاي فضلاتي، انا حسد اشوف الواو اقول يمتى شو اسمه، لا مو انا شنو من ما اتحركن قلت واوية ثلاثة، لا قلت ذياب، قسما بالله حسد اشوفهن، قسما بالله من طقيت هذا اللايت الكبير قلت ذيابي، لان الذيب ما يتحرك يوقف يوقف يعرف شنو الجاية صوبة، هسه انا شنو اللي يتحرك، ثعالب ثلاثة واحد هنا لبد واثنين من هنا واحد، يجي حسين خليجي خليجي خليجي، جبتوا ياك الساطور وينه؟ خليه يجي خليه يجي، ها؟ لو هذا فوق التلة، لا هنا اثنين شردن وواحد لبد هنا، طيني طيني خليها بيس، هات كل حدا، اي هاي الطبارة هاي الطبارة، اي جايبين الساطور، يلا اي سكر ويس وينه؟ كب اي سكر لبد روك، تعال روك روك، قلت لا عندك ما يوجي يذب عليه، لا بس اقدر اوصل يعني، بس اريد طب هنا حتى اقدر ادق، ايش فينا ما جبنا كارك الحين، سنقدر نشيلنا من فوق، مركب وراني جاي كذا وراه شكل من عدو غير ما يكضر، تعال روك روك تعال شش تعال روك، ما تبي هذا عدو سهل، والله انشاف والله والله انشاف، هو شوف لا تقول له ما انشاف، وقف 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 اي وقف وقف لحظة، اوه شوف الجحر ماله شلون صاير، وادر معك شيء روك لا تطيح علي، مش من سدك الحفرات، وش هالدود هذا؟ مش من سدك الحفرات؟ وايد تقدر تذب هاي؟ ها؟ ذب هاي ذب هاي، بس وقف لي وقف لي وقف لي، طالع من الجهة الثانية، شو سدك بوشيت بوش كبير كلش، شوف منين طالع منه اخوه، هذا كله جحر، هذا كله جحر، هذا هم جحور، كلها جحورة، شوف هذا ايش كبره، طلع 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 شني بس نطلع واحد والقران صدق صدق هذا جحر ايش كبره، هذا كله جحور، شوف هذا كله مرسي، ترفع ديلك تطقها، والله هذا التراب التراب شلون تو متحرك، هذا جوا وينر تو عيون عيون، هذا الجحر هذا الجحر هذا هو ماشي، هذا شوف هذا الجحر هذا ماشي، تعال 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 بس ضو ضو ضو، انا اقول لك ضو هنا تبنى حفرته؟ هذا الجحر مالي، شوفه طالع طلع لا طلع منه طلع، هذا كله جحر شوفه،
لا 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 وين؟ طبعا شباب احنا ما نريد نأذي، بس نوثق لكم عليا ونراويكم الثعلب رابل وبعدين نطلع صراحة. منا هو هذي هنا اربع ثلاثة مدى اربعة هواي وافتر يا عام وساء خلي يطلع اكو ظني اكو واحد منا دخل منك من يمك عيسي هذا هو الجحا اي ارضا سيدي تماتلي شوفات هو ادري شوف هذا شكو برو مرسوم رسم عدالك شلون اتن خريطة جو القاع هاي سدة عبارة عن بيوت الهن يعني تخيلوا هسه حتى من هنا اقدر اطلع لكم مشهورة تعال تعال بالله تعال كم حافرات منه تعال من هنا شوف الحفور هاي التواصل منها مثل ما يطلع وراك جاي كذا بس شلون تطلع من ثلاثة من هنا ما شوف لك اثنين وعيسى نواقف عسل ثلاثة ادري شو بدهم ثلاثة فوق وواحد جوا طول هنا اكو حركه مال الثعالب خلينا نصب الكاميرا هنا ونروح وباشر الصبح نجي نشوف الكاميرا طبعا شوف شباب شوفوا هاي الفضلات ملاسهم وهذا الاكل اللي يجيبنا هن حتى ياكلنا باعوا شوف السمك هذا سمك طبعا هن ليش راح تقولون ليش قاعدات على السده وما شردن مستمتعات بالمنظر كانوا يباعون على هذا الحقل اللي جاي يحترق شوفوا هالحقل جاي يحترق الظهر يباعون عليه يباعون على النار على الدخان فما يدرن ما يدرن طبق عليه هن الاسد روك والله روك لو كاتله واحد من عتن لو بس لاحق كلش جاي كضه ومدروح هنا هذا الواحد هذا من فوق الاثنين ركض عليه هو ما ركض على هذا هو المشكله جحرهم كلش صغير ما يقدر يطب هسه لو جايبين ريفه طبت ريفه بسرعه تطب ريفه المره القادمه راح اجيبها ويانا واعلمها تطب الجحوره لان شايف الصيادين الاجانب تكرمون تجيبون لها شلاب صغار مثل ريفه يطبون بالجحوره ويطلعهم ريفه تطلعهم وروك وسكاري يقضون عليهم راح نسوي فعاليه كلش حلوه تأخرنا وياكم خلونا نصب الكاميرا ونحط لهن الطعم وباكر نجي نشوف الكاميرا وتشوفون الثعلب روبر شلون ياكل تعالوا تعال هذا احسن مكان حتى نصب بيه الفخ شوفوا شو سويت هاي سويت هذا الفراق حتى نجيب هاي نثبتها هنا راح تشيلونها هاي شنو هاي حتى نثبت بيه الكاميرا يعني الكاميرا اذا ثبتت على غير شيء هسه نقدر نقول ثبت الكاميرا هسه تمام هسه هاي تمام راح اطلع الكاميرا هنا ثبتها وراح تسالوني على الطعم شو راح تحطين حتى هيجين عيسى شنو الطعم يمي شنو هي شنو الطعم سحريه الطعم دجاج صار له 3 ايام يعني يمكن شميتوا ريحته شوف الريحه شميتوا ريحته خرب ريح لان بعد ما شويه استكشفنا وعرفنا ان الحيوان البري ما يجي على شيء تو ميت لازم يكون شويه صاير فطيسه لازم طالع ريحته طالعة تكون توصل السابع جار تكون توصل 7 كيال و8 مو بس طالعة هاي سابع دولة هذا يمكن راح يطب هسه الريحة توصل حتى على إيران من توصل لإيران الكويت سعودي يمكن هذا الواو دي راح يجي من إيران هسه على هاي الريحة والله روحه كلش قوية نطلع الكاميرا يا شباب تعال خلنا نطلع الوحش هذا الوحش قضي استاذ عيسى حبيبي والله هذا الوحش باكر راح يمتعكم ان شاء الله باكر راح يصور لنا حدث ان شاء الله هذا الوحش باكر راح يمتعكم نقدر هسه نمسح الكاميرات والحساسات والمستشعر كاميرا وحساس ومستشعر حفظوهم طبعا الكاميرا الثانيه ما جبتها وياي قلت راح اجرب بس هاي لان صعب خافين واخذين اثنيناتهم بلحظه واحده راح نجرب بس هاي الصورت لنا شيء حلو المرة القادمة راح نجيب اثنيناتهم ونعوف كل وحدة بمكان أو نعوف اثنين بمكان بس وحدة تصور منا وحدة تصور منا حتى يطلع التصوير كلش واضح هل تتعال تصور منا أنا شلون راح أربطها لهم شوف بيها الطريقة كلش حلوة يعني شوفوا هذا السن يعني تقدر تثبتها على ستان بدل ما أشيتها على خشبة منا أنا أثبتها على ستان أحسن حتى شنو أمن بعد لا هو يحركها ولا هاي هسه هي شوفوا نضبط على الستان هذه نقدر هسه نقول نضبط كلش نفتح ونشغل الكاميرا اشتغلت الكاميرا هسه شنو جاي الصور شوفوا
هاي ايدي جاي تصور هسه هي، راح نجربها، راح نخليها تصور ونجربها، راح نصير هنا حتى نجرب. هسه جاي تعيد هي 15 14، راح بسرعه بس اقول لك طفي الاضاءه طفيها خوش. اوكي شباب، هي جاي تصور حاليا، بلشت تعد، بلشت تعد، طفي الاضاءه. شوف شباب، اشتغلن حساسات، اشتغلن حساسات، تعال صور الحساسات، هاي الحساسات، رجعوا لي ورا، ارجع، شوفوا شباب، الحساسات اشتغلن، خلنا نبتعد احنا من هنا، نصور هيك من هنا، حاول نبتعد، ابتعد، ايش ما فيك ابتعد ايسه؟ انتم هسه راح تسوون؟ جاي تسمعون بس صوت، لان ظلمه وكل شيء ما ينشاف، تسمعون بس الصوت بس. هسه من راح اشغل لكم الكاميرا راح تشوفون شنو صورت وشلون توضح بالتصوير الحركي، تصور بس الحركه فقط. تعالوا هسه خلي راويكم شنو صورت بهاي 3 دقائق. بس اشتغلت هسه حاليا، اشتغلت، شوفوا شباب شنو صورت. خلينا نعرض الفيديو، نعرض الفيديو. اشتغلت حساسات، تعال صور الحساسات، هاي الحساسات، رجعوا لي ورا، صورت 3 دقائق. تعالوا هسه خلي راويكم شنو صورت بهاي 3 دقائق. نقدر نقول تصوير حلو واضح، حتى تثبيت الكاميرا كان تثبيت كلش حلو. شوفوا مكانها، مكانها كلش حلو، ثبتناه به. راح نخلي هذا الطعام هنا، يظل الطعام هنا راح يصير، والكاميرا راح تبقى بمكانها. نرجع نسد الكاميرا هسه، ايش راح نسوي؟ راح نطلع منها. شوف هاي من جيت انا يم الكاميرا، من جيت يم الكاميرا هم مصورتني. نطلع هسه منا، نطلع ندوس اوكي. راح نخليها تعد. هسه اشتغل العداد. قبل التصوير جاي تعد، راح تبدا تصور. جاي تعد، بدات تصور شباب، بدات تصور هسه هي. ايش راح اسوي انا؟ اكو عندي حزام، بدل ما يفتر هذا الستان، شوفوا شباب هذا الستان مو يفتر، راح اطقه بالحزام اخله بعد ما يفتر. هسه لو زلزال ارضي بعد ما احركها. هسه هاي الثبات مالها كلش حلو. نمسح الكاميرا قبل ما اروح حتى تبين بوضوح. هاي الكاميرا انمسحت، وخر خليها تصور، وخر خلنا نشوف وين حركتها، وين اتجاهها، اتجاهها على الطعم مباشرة. شرد اسوي انا شباب؟ شرد اسوي؟ ما اريد اخلي يجي الثعلب ياخذ الطعم بسرعه ويروح، لا، راح اخلي فتشي على الطعم حتى ما يقدرن ياخذنه بسرعه، اريد اخلي فالثقل هاي. طقت الكله، اها هسه تمام، اقدر اعوف هاي الترابه هنا على هاي الدجاجه. الكاميرا تصور بوضوح، بس يرادلها بدت تصور، استشعرت بالحركة مالتي. تعال صورها، صورها شلون صورت، من استشعرت بالحركة مالتي بدت تصور. شوفوا هاي الحساس، الحساس اشتغل، انطفى الحساس هسه، لين شني قربت انا يمه، هسه هي بدت تصور. فانا اسد الجنطة وما ننسى شيء من اغراضنا هنا، ونحب نقلكم انتظرونا غدا راح نوضح لكم شيء كلش حلو. خلنا نروح للبيت. تعالوا طبعا النار كلت كل المزرعة ما خلت شيء، هذا مو حصده والحنطة وخلصه، حرقوا هذا كله، حرقوا ايش يسمونه، هاي راح تبقى للصبح مشتعلة، راح تاكل المزرعة بأكملها.
اجروا اجروا. هلا 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 بيك. لا لا شاف البزون البزونه. يلا طب توه استنى اول البزونه. يلا حتى البزونه ما خلصت. طبرها تعال هاي حتى البزونه ما تخلص من عند البزونه. مستحيل حيوان قدامك يغلط. شوف برا طبعا الساعة بثلاثة وهسه رجعنا من التصوير. أول ما رجعنا ستوتة دخلت وراكضة لبرا. فشوفوا شنو ملتمات عالية باعوا. كرمون شكو كلب بالشارع ملتم عالية. ما يتحمل هو يقتلهن. تعال هنا يلا تعال روك. تعال عيب. روك. شوف شوف ايش كثرهن شوف ايش كثرهن. شوف ايش كثرهن. يعني تخيلوا هذن العشرة مدري ايش قد كلهن ما مخوفاته. هذن كلهن ما مخوفاته. أدري شنو اللي يخوفك بعد؟ يلا روك تعال. ما حد بالشارع. روح اطلب البيت حتى يجي. شوفوا شوفوا هذا منو اجى. شوفوا منو اجى. اجى حسين اللي دائما يطلع معنا بالتصوير اللي شويه يعني مو صاحي مثل لازمه الداون. فشوفوا هو فد يخاف من روك. هسه اذا اجى روك يظل يبكي. اذا اجى روك حسين راح يكلب بيه. ايش عندك قاعد لحد الان؟ ايش عند ها؟ شلوني؟ زين انا؟ ايش عندك؟ شالك ما هو؟ شلون؟ شالك ما هو؟ تسال علي ما هو؟ ايه تو انا تو جيت كنت بالتصوير. انت ايش عندك قاعد لحد الان ساعة بثلاثة؟ شلون؟ واذا اجاك روك هسه؟ واذا اجاك روك؟ روك ظل وراك ما تخاف؟ ايه يا حاجت ايدك هسه راح يجي روك هسه راح اجي 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 انت مو تقول ما خاف انت مو تقول ما خاف ما أعرف. انت سبع اي سبع لا تخاف. وين علي؟ روك روك إيه؟ راح هناك راح راح يعارك ويا ذنية مالات الشارع. شو اسوي له شو اسوي له ما يقعد راحه. خالي خالي شوني سكار إيه؟ لا تقول لي طلع ما رجع. تدرون شباب انا اول ما طلعت ظل هو بالبيت قلت له دير بالك لا يطلع سكار ولوسي. اول ما نطلع احنا برا راح اشغل الستوته واطلع انت اقفل الباب ولا يطلعن. قال خوش قفل الباب وراح طب داخل على يطلعن لان اذا يطلعن يضل يلعبن بالطارمه. بس اذا طلعن هنا لا خطر يفكن هذا الباب ويطلعن برا. زين سكار اذا طلع ما يندل يروح ما هو فعاشت ايده هم زين ما مخلي سكار يطلع. والله روك راح تقدم هناك راح وصل. الله العظيم اذا ما اربطه بس الطلايب وراه بس الطلايب. يلا تعال تعال يلا للبيت للبيت روح ما تخاف ما سبع بعدك مسيطر. إيه؟ والله العظيم هسه رجليه ما يعيننا هو رجليه ما يعيننا هو اللي بيت ها راح. بس انا ما علي اذا عضك انا ما علي انا رايح قدامك اذا ارجع عليك وعضك انا ما علي ما تخاف كلش سبع. يلا طب جواروك طب روك هيك انت قويه. خد تجي خد تجي تعي ريفه تعي خدت جريفة خدت جريفة هاي تربيتك روك كش كش كش. شوف هسه بالقوه كظاني تعال روك تعال اركض 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 تعال اقول لك اركض اركض هاي خدت تركض وراك خدت تركض روك تخاف تخاف فيه انا ما خايف تخاف بعد عركها ريفة ريفة تعاركها روك كش كش كش. روك كش كش. روك تعريفي طبعا روزي شايفه روك بس لا شايفه سكار ولا شايفه ريفه. فاول مره راح اشوفهن. اللي يريد يشوف الفيديو كامل راح يلقاه بقناه عيسى يكتب عيسى المياحي وموجود الفيديو كامل. راح نطلع سكار هسه ونطلع ريفه ونخلي روزا تشوفهن وشنو ردت فعل سكار من يشوفها. حتى لوسي راح اطلعها همينه. فتعالوا شوفوا الفيديو بقناه عيسى وشوفوا الفيديو كامل. هو اللي جاي جربيه مو انا هو جراني. اه روك صباح الخير شلونكم شو اخباركم يوم جديد ولو الشمس شويه طالعه. ريفه شوف وين طلعت شوف وين طلعت المدحدحه. يلا تعي هنا ريفه خلي نروح للكاميرا ونشوفها شنو صورت. اذا ريفه قبلت تصعد ويانا راح ناخذها وياني واذا ما قبلت راح نرجعها للبيت. بس هسه شنو نسوي؟ تعرفون احنا ما نامن بروك. روك شوية خطر على المجتمع فنطقه سلسلة أحسن للأمان. هاي طقه سلسلة
هتتأمن علي. تعال تعال تعال. ايه بدون حركة بدون ازعاج. خش انت مؤدب. وصلنا للمكان اللي نصبنا فيه الكاميرا. مثل ما تشوفون هذا المكان البارحة كان الثعالب هنا قاعدة ثلاثة سن، فمنطقة عيسى عليها اللايت بيننا ثلاثة بيننا عيونهم. احنا قلنا ثياب بالاول لان الثعلب نطق عليه لايت وعندك شلب تكرم او هاي يشرد يخاف، بس من ظلنا واقفة ثلاثة قلت لا ثياب. خلينا نروح نشوف الكاميرا شنو مصورة، وهسه راح توثقلكم اذا كان الثعلب متقرب على الطعم. روك روك تعرف وين تروح انت مو؟ ليش هيك رابطينك؟ ليش انت يعني انت الحلو ركونك. يلا مالك خلق زعلان رايحين احنا زعلان. راح نروح لا سمار ما يقل وما يحظى. يلا مو من عوايدك هاي، هو يجيب يعني مطينك الحريه وما تفر من عوايدك. ثاني الطبار اهم شيء الطبر طين هاي الطبر. تقول ذا شمره وين يطير؟ راح نبي رايحين بيت الطبر بعد 15 كيلو. شمره غير موفقه. احنا البارحة طميناه وردا حفرني. البارحة طميت انا كلش وردا حفرني. تعال شوفوا شنو هاي شنو جايبات. توت. لا الدجاجة طالعة ريحتها. هاي الفضلات ملاتهم. هسه شنو نسوي احنا؟ نصعد ونعبر على الصفحة الثانية. الكاميرا بالصفحة الثانية. تعال اوف 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 جايبات لحم هنا ماكلات. جايبات لحم. مثل النساء الدجاج ما اخذ الدجاج. حلو. تعالوا هسه لا جانب الكاميرا مصوره شيء. هسه راح تبين لنا الكاميرا الدجاج ما اخذ والكاميرا على حطتها. هاي الكاميرا مثل ما تشوفون. هسه شو نسوي احنا؟ صار دوري شغل الكاميرا ونشوف شنو مصوره. الحركه شوف هاي الضافير. لحظه وثق كاميرا راح تبين. هسه ناخذ الكاميرا. هسه طلع ما مشتغل. ناخذ الكاميرا. هلا كاميرا شلونك؟ تعال خلينا نقعد هنا. قعدوا. نفتح الكاميرا بالهداوة ونفتحها. انا ما تحذف التصوير. شوف شنو مصورة. نشوف اذا كانت مصورة شيء حلو. راح تعرض لنا هسه هي. مستعدة يا كاميرتي الحلوة؟ بسم الله. اشتغلت. ما شايف مصوره. يا الله. لا مصوره. يا الله وايد مصوره. 21 لقطه مصوره. اوه ثعلب. شباب بين. هذا الثعلب شباب. هذا روبل. هذا الثعلب روبل جاي مصورتي. طبعا يا شباب ويا بنات الكاميرا مصوره 21 فيديو. 21 فيديو مو شويه، وكل فيديو تقريبا دقيقه. هسه راح نعرضهن لكم وتشوفونهن وتشوفون لقطات الثعلب من اجى خذ الدجاج. ومثل ما واضح قدامكم شلون مصورتنا الكاميرا قبل لا نغادر المكان. وبعد ما غادرنا المكان ورا ساعة بين الثعلب روبل. مثل ما تشوفون حجمه
ضعيف وطويل يصير. ركزوا على ذيله وذاناته، اختفئ وورا ساعة هم رجع بين. شوفوا حركاته، يختفي كل ساعة ساعتين يرجع يبين، لأن شني ما مطمئن. شوفوا حجمه شقد كبير، يعني يختلف عن هذا اللي صدناه أبو الحصين، يعني هذا حجمه بحجم الذيب. ومثل ما شفتوا يا حبايب قلبي، الكاميرا شلون وضحت لكم الثعلب روبل. هذا الثعلب روبل اللي اشرح لكم عليه دائما، اللي صدناه قبل فترة ابو الحصين، اما هسه هذا اللي وضحته بالكاميرا الثعلب روبل اللي البارحة شفناه هنا عدت لثلاثة سن. يعني بهذا المكان اكو ثعالب، واذا انصبنا الفحن نقدر نصيدهن. هنا انصبنا الكاميرا امس، وهاي الجحورة ملاتن، لا تخربهم، هاي الجحورة ملاتن وهاي الطبيعة. شوف بس انت، خلنا نصعد لكم شوي على هالتلة. بس شوف 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 الطبيعة، وشوف روك وين راح. طبعا واقفين على مرتفع عالي والمكان كلش حلو، وروك ما ادري وين كان دايع. ها روك روح للبيت، هلا هلا يحب يوقف يمي على المكانات العالية. شو هذا نزل وعافوني. روك روك، بس اسمع صوتي شوي. تعال روك، يلا تعال. أكل ولا ستوتة، يحب ستوتة أكثر من عندي، لأن ستوتة تراوي مغامرات كلش حلوة. واني رايح صوب الستوتة انتبهت على شيء واني أمشي. شوفوا إيش لقيت هنا، شوفوا 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 شوفوا. أكبر خطر، أكثر خطر على البشر هو هذا. طبعا يا شباب هاي الأرض متروكة وبيها هواي مخلفات حربية، مثل هذا الصاروخ هسه. هذا ما بيشي هسه، صاحي مجرد ما يتحرك منا لا سمح الله يطيق. المفروض هسه شني يطلع عليه فريق التنغيب ويشيلونه. تشوفون حجمه شقد صغير، بس إذا طق يمحيله كم بيت. اذا بيوت هنا غريبات عليه يمحيهم. مشكلة هذا اذا يظل هنا خاف يؤذي ناس ابرياء، بس حتى لو ما يؤذي ناس ابرياء يؤذي حيوانات. ابسط شيء هذا الجاموس اللي يتعدى من يمه، فاستنى اجيب هذا الشرك واخله صوبه حتى الحيوان اذا الني يتعدى من يمه يغير مساره. اذا يشوف هذا الشرك، البشر اذا ما شايفه راح يشوفه همينه. بس انا ما اريد اخلي الحديد يتحد بالصاروخ، ما راح اخلي الحديد يضحك بالصاروخ. يعني مجرد ما الف عليه خطوره من عندي هاي اذا خليه يضحك. لا تضحك لا تضحك لا تضحك لا تضحك، بسم الله الرحمن الرحيم. ما اريد يضحك شباب، هذا خطر كلش كلش خطر. يعني مجرد ما قبل فتره دخلن جاموس لهاي الارض همينه وانفجر عليهن صاروخ. جاموس جاموس، يعني مو بشر، جاموس ايش قواته؟ طق عليها سواها وصل ما لقوها.
زر ببحد، الرجل ببحد، الراس ببحد، يعني قول ايش قد قوة هذا الصاروخ؟ زين شلون اذا طق على بشر؟ والله العظيم يمكن يسوي وصل وصل. طبعا عفنا المكان اللي انصبنا به الكاميرا وجينا لهذا المكان حتى ناكل ونقعد على الاجواء الحلوة. شلون الاجواء ايسه؟ خلابية. اجواء كلش كلش حلوة. ها روك؟ روك كل شوية قاط روحه بالنهر وطالع. النهر قريب علينا. والله العظيم صار لنا هواي هواي كلش هواي ما قاعدين هيش قاعدة ولا اكلينا هنا. التهينا بالبيت من جبنا سكار لحد الان احنا ما طلعنا، يعني ما طلعنا اكلنا بالبار او قعدنا الصبح طلعنا هيك بمشاكل سكار. التهينا بمشاكل سكار صحيح. هسه تو واحنا جايين من هناك من نصب الكاميرا فلاحظنا ارنب بالطريق، بسرعه طفيت السدوده ونزلت لي ما لقيته. الارنب البر اذا ترمش ما تلقى على قد سرعته، ما تلقى ما تكظه ما تكظه، تكظه بحاله وحده الا مثلا اذا عندك شلاب تكرم او مثلا اذا الارنب شويه كان بيه خلل يعني مصوب تعبان مريض. يا اخي الارنب البر صعب واحد يكظه، بس مو صعب على روك. روك مو صعب عليك مو؟ بس ناكل ونقعد شوي. تشوفون هاي الاكلات البسيطه بس ما تتوقعون ايش قد حلوه عندنا. والله نحب ناكل هنا اكثر من البيت وتنفتح شهيتنا. جو حلو واحد ينقع راسه. هاي اجواء البصره هيك تحتاج تحتاج ان تطلع الصبح تتونس قبل لا تحتر. صور تطلع بالخمسه الصبح انت تكون بالسبعه راجع طب والبيت مالك ونايم. بالخمسه تطلع تاكل لا سد التصوير. اذا تريد تقسل راسك هسه انا مقسلت راسي ويطقني الهواء. شوفون الهواء شلون جاي يلعب بالنخل، حن جاي يلعب براسي. لا سد التصوير حن ناكل. روك ما تريد روك روك انا اقول روك عبيش باوع هسه يا روك ما ندري روك تعال هنا يا تعال روك. عيني ما ياكل اللي بقوليات ولا ياكل فواكه عن مينا بس على الدجاج. ما هذا الدجاج بس دجاج الميت الميت ياكله روك. شو انت استلذيت؟ صوروا خليكم على الفيديو. يلا خلنا ناكل شويه ونتحرك. يلا خلص انت خلص خلنا ناكل شويه ونخلص ونرجع لكم نصور الطريق ونشوف شنو الاحداث اللي راح تطلع عنا بالطريق وان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم لان هذا الفيديو صار بيه احداث كلش كلش حلوه. يعني حدث من الاحداث ان توثيق الثعلب كان كلش مهم ووثقناه لكم وشفتوا الثعلب. هذا الثعلب اللي انا ادور عليه ليل ونهار، ثعلب روبل اردا اكضه اردا اكضه اجيبه. تو هسه انتم من عرضت لكم ذيله شطوله وذاناته شطولهن هو ورجليه شطولهن، يعني قريب على حيوان الشيب اذا شايفينه. الشيب اللي هو يتكون من ضبع وذيب، يعني ذيب يزوج الضبعه فيذبن حيوان الشيب هذا الطويل اللي يصير شلون الثعلب احمر. بين ما الشباب ياكلون لاحظت شيء. تعرفون انتم هذا الموسم مال ايش؟ يعني تقريبا بعد ياخذ شهر شهرين هذا راح يرطب ويصير كلش حلو على جو البصر راح يستوي. اوف اوف شوف الدوت هذا عليه من ملتم. بعد هذا فناخذ لنا بس وحده ونذوق. حلو لو بعده والله طعامها زين كلش حلو. ما دام بعتي خضره وحلوه الظاهر هاي تمرها كلش حلو. شنو من نخله ما تدري بس هذا الرطب مالها كلش حلو. عد بعد اخضر وبي حلاو. تعرفوني ما احب اقطع متعتكم بس هنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى استمتعت بالفيديو وهذا الفيديو تعويضا لان امس ما نزلت لكم عوضتكم بهذا الفيديو. ان شاء الله عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك واللي ما مشترك يشترك بالقناه. تدرون انتم رافعين راسي؟ هو راسي مرفوع بس انتم رفعتوه بالزايد هسه لان جيش صلبوخ بكل مكان. حتى جاي ادخل بفيديوهات اجانب القى جيش صلبوخ بكل مكان. جيش صلبوخ مر من هنا وداعتكم يا شباب راسلني واحد ما اريد اقول اسمه
قال صلبوك شو مسوي انت؟ قلت له شو مسوي؟ قال قل لي شو مسوي. قلت له غير تحكي. قال شنو هاي الحمله اللي مسويها؟ والا ما ننشر فيديو التعليقات ينترسن، جاي صلبوك مر من هنا، جاي صلبوك مر من هنا. قلت له بالعكس جاي من الزينات، متابعين جاي يتفاعلون وياك ويحبونك. قال لا سالفه مو حلوه تعليقات ترسل، بس جاي صلبوخ جاي صلبوخ، فاريدكم تخرشون اليوتيوب خرش جاي صلبوخ بكل مكان. وهسه قبل ما تطلع من الفيديو احب اقول لك ادخل على التعليقات واضغط على الرابط وحمل التطبيق، ومبروك عليك الجوائز. والله العظيم ما تخسر شيء، حلفت لك انا قسمت لك ما تخسر شيء اذا تحمل التطبيق. حمل التطبيق ومبروك عليك الاموال، من صالحكم ترى انا انشر. باي، انتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله راح يكون متعه ومسلي نفس هذا الفيديو. Bye.